بدي رحب بنادية. نادية، شو مشكلتك انت؟ انا مشكلتي عندي انه بحلم انه في حدا عم بينام معي دائما، واحيانا بتصير كانه رؤية. شو يعني؟ فسري لي شو بصير. يعني انه شخص بيتقرب مني وبتصير معاشرة كاملة. نعم، كم قد صار لهيدي الشغلة بتصير؟ تقريبا صار لي شي سنة ونص. وشو عملتي؟ لجأت اكيد للشيوخ. شيوخ شو؟ رجال دين مثل فضيلة الشيخ؟ رجال دين بالرقية الشرعية. نعم. بس انا ما كنت اقدر التزم. شو يعني؟ ليش انطلب؟ شو طلب منك؟ لا، لانه انطلب مني انه تابع بالقرآن وتابع بالرقية الشرعية وتابع بكثير قصص يعني بتخص الدين، فانا كنت لما اللي اسمعهم اتضايق، وبعدني لليوم خاصة بالصلاة او بانه اسمع صوت القرآن او اسمع صوت التكبير. بتتضايقي؟ بتضايق كثير، بحس بخنقه، بحس حرارة جسمي كثير. لما تصلي ولما تقري القرآن لما بصلي بحس بدي اوقع بالارض. هذا الشيطان عم بيلعب فيك. حضرتك مؤمنة؟ طبعا طبعا. يعني حضرتك محجبة ولكن من جوا انت مؤمنة؟ اكيد مؤمنة. طبعا انا صارت معي حالات ثانية من حيث انه ما اتقبل انه حدا يحبني او حدا يتقرب مني او مثلا زواج وما زواج وهيك قصص، فانا كنت كثير ارفض بدون سبب. ناهد، بركي عم تتخيلي انت، عم تحلمي، مش هيدا اللي عم بيصير معك اللي قلتي انه هو خيال، هو حلم، هو وهم. انا وصلت معي لمرحله انه احس في شخص معي بالغرفه مثلا واسمع نفسه. يعني رحتي عند اطباء؟ رحتي عند طبيب نفسي؟ لا لا. ممكن انت لو رحت عند طبيب نفسي يعطيكي سبب مقنع للي انت عم تمرقي فيه. ممكن بصير في اثار على جسمك هيك خبروني. ايه، كدمات او شيء زراء. لما توعي من النوم انت شو؟ انا دائما الاحلام اللي بتجيني بالمنام انه بشكل اغتصاب، مش برضا يعني، او مش بالطريقه العاديه يعني، دائما باغتصاب وبشوف اشياء يعني صعب العقل يستوعبها. يعني شو؟ مثل شو؟ مثلا انه بشوف انا شايفه اشكالهم الحقيقيه، ولكن يعني استعنت بالقران وقضيت عليهم مثلا بالحلم. فضيله الشيخ. نعم. سمعت. نعم. اعطيني تحليل ديني، العلمي، المنطقي للي عم نسمعه، الشيء الغير منطقي. بصير هيك حالات؟ بصير. ولكن هي عم بتقول تعبت وما استمرت على العلاج اللي اعطيها اياه الشيخ. نعم صحيح. العلاج يكون بالقران لا باللجوء للسحرة والدجالين. بس عفوا عفوا، بصير هيك حالات؟ نعم. هل هالشيء طبيعي يصير؟ بصير هيك حالات. وبقر فيه الدين؟ نعم، بكون انسان غير محصن، بكون انسان. ليه مع ناديه مش مع غيرها؟ بكون نقزت نقزه معينه، دلقت مي سخنه بمكان معين. هي طلع انا نقزني بالحمام المره، صار اي شيء معها بالحمام سبب هيدا الشيء. خلوني اسمع الشيخ لو سبب هيدا الاذى الموجود. تستمر بالعلاج بالقران الكريم فقط من خلال الرقي وشرب القران، المي المرئيه، وما تلجا للدجالين. لو تعبت باول فتره بتضل مستمره ان شاء الله. بس قالت لك انه انا بالصلاه بتعب ماشي، باول الموضوع تتعب من سماع الاذان. ما فيها تسمع في القران، تتعب من سماع القران، سماع الاذان، بدها مين يتابعها؟ في عشق بينك وبين الجن. انا كنفسي انا ما بتقبله ابدا، كثير بخاف وبنقز يعني بمجرد ما يكون بده يقرب مني، واحيانا بيكون هذا الشيء بحس حالي انه انا مقيده، كانه شو يعني مقيده؟ مقيده مثل كانه مشلوله، ما فيني اعمل اي شيء. بدي اسمع راي رجل الدين المسيحي. بالحياه المسيحيه في ما في رقم صفر، لا يوجد رقم صفر بالحياه الروحيه. يا اما مع يا اما ضد. يا اما انا مؤمن وملتزم بحياتي المسيحيه، وبتبلش من الدرجه الاولى الى الدرجه السابعه، ويسموه درجات الكمال، يعني درجه القداسه الدرجه السابعه، وصولا الى الناقص السابعه يلي اسمها بوسيسيون ديابوليك، يلي هي سكنة الشيطان، سكن الروح الشريره بالشخص يلي بعيد كليا عن حمايه الله بعلاقته فيه. نعم. هيدا التدهور ما بيصح الا بالعوده الى الله. مكلف ومؤلم صحيح. بعض العوارض اللي ذكرتها بعلم الديمونولوجي موجوده. يعني انا شخصيا لا صار معي شيء غير طبيعي، اول شيء بروح على الطب. رح بعطيكي مثالين، رح بعطيكي يعني مثالين. هيدا الطبيعي المفروض يصير، بنروح على العلم. ست رابعه، رح بعطيكي مثالين من الدرجه ناقص سبعه. نعم. يعني سكن الشرير، بكون انسان مسكون. اللي بيكون مسكون وعم يرغي ويزبد
وبارق بعارض بنسميه ترانس، يعني منه يعني منه ملتقي مع الواقع، بيكون هو ماسك الشر والشر عم يحكي بلسانه، عم يزبد ويرغي ويجعر ويتنفض كله سوا، تشبه عوارضه عارض الهستيريا نفسيا. نعم هي ذاتها في عنا شيء بنسميه كريبت اوندوسكوبي، يلي هو تقلب عيونه المسكون ما بيعود يشوف، الرتين بطلت صارت مبروم، ما مفروض يشوف مع هيدا وكله. اذا بتقربي له اي شيء مقدس، ان كان كتاب صلاة او ان كان صليب او ان كان ماء مقدس، بيعمل رياكسيون وسلبية وبيطلب ابعادها. كرمال هيك نادية ما بتقدر تسمع صوت قرآن، انت ما فيك تسمع صوت قرآن. انا برأيي انا بحكي من ميلتي، الافضل بغض النظر عن العلاجات اللي عم تطلب شو اللي حسيتيه هلا؟ شو صار معك؟ أول شي حسيت بتقل كتير بجسمي، وحاسة يعني شو؟ كتير متضايقة يعني وحرارة شو؟ متلبسة متلبسة نادية في مش... جسم على لابسها يا سترة كثير مر علينا مثل كيف عم تعمل؟ كيف عم تفرق؟ مش واحدة مرأت عشرات مثلها يا عمي. تسمحي لي أحكي أنا؟ هاي يا شيخ نعمل معروف، هاي أنت تقول طبيب روحاني، هاي عندك فكت فاتت على الحمام نقزت، في بيقولوا له في جن بالحمام، يعني شيطان، يعني ناس بيقولوا جن، ناس بيقولوا شيطان. نعم شيطان فات فيها من نقزتها بل بالحمام. كيف ليه فات فيها الشيطان؟ يا نقزت يا زحف. شو السبب اللي دخل الشيطان على النادية؟ ما بكل حمامات العالم بالفلا بالانهر بتلاقي في جن. بس هيدي بتدخل عند ضعاف النفوس، عند ضعفاء الايمان، ولا على النقزة بفوت فيها هو؟ ما لها علاقة. ما لها، في ناس في جن اسمه جن العاشق. نعم اذا حبه فات عليها خلص. هي الجن العاشق على التمام. بدي اسالك شو علمنا النبي صلى الله عليه وسلم؟ شو علمنا؟ شو علمنا؟ بس في جن عاشق ما عم ان معكم من لا يفارقكم، ان معكم من لا يفارقكم فاستحيوهم واكرموهم. معنى ملائكه ما بتفارقنا الا بحالات دخول الخلاء، عشان هيك بس نفوت على الحمام بنقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث. نعم. وبحالات لا حياء في الدين انطفاء 18 العملية الخاصة منقول اللهم جنبنا الشيطان وجنب الشيطان ما رزقتنا. لأنه الجن يشارك الإنسان بأكله وشربه وجماعه، بعيشوا هن إذا معنا. لم يذكر هذا الدعاء. اليوم هي الدنيا فضيلة الشيخ بدي أقول لك، نعم. في ناس اليوم علميين، في ناس علمانيين، في ناس متعلمين جدا مثقفين، كل هيدا الكلام بيعتبروه كلام سخيف. خليني أكمل لك. وهيدول الناس بقدر ما بيتعلموا بقدر ما هن محصنين من الجن ومن كل هالسخافات. أطباء النفس بيلجأوا في كثير من الأحيان لرجال الدين وبيوصوا مرضاهم بالعلاقة بالله عز وجل. قدرتك حملتي من الجن؟ لا ما صار في حمل من الجن. لا لا ولليوم لليوم 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 حضرتك بعدك عم بيصير معك ذات الشيء؟ ممكن كل شهر كل شهرين. طيب هلا انا بدي افترض انه اللي عم بتقوله ناديه هو صحيح، شو بتقدر تعمل حضرتك؟ حطي لها الفرشه وتشوفي. شو بدي احط لها فرشه؟ فرشه شو؟ بدي اعمل لها جلسه. جلسه؟ عندما يخرج الجن لأين سوف يذهب؟ هل هالشيء بيجوز؟ هل إنسانيا وأخلاقيا نقدر نعمل هالشيء على الهواء؟ لا يجوز التعامل مع الجن، واللي بقول أنا بشيل الجن من خلال غير الآيات القرآنية معناتها هو دجال. تفضل ابونا بس لحظه. تفضل ابونا. في خصوصيه بهالموضوع بتخص الشخص صاحب العلاقه. فعلا انا مش رح اقدر يعني منا الاعمال اللي بتتعلق بهالموضوع منا للاعلام. شو بتقول فضيلة الشيخ؟ هيدا دجل.
اللي شفته شو دجال جيل غيرك دجال ابونا كل صلاه طرد شرير بدها اذن من سلطه كنسيه اعلى شو اللي بشفته اذا ما في اذن من سلطه بكون عم صلت عليها شر اكبر من اللي معه